الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية السحاب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يرى الإمام ابن سيرين أن رؤية السحاب في المنام من الرؤيا المحمودة والتي تنذر بالخير، فإذا رأى النائم في منامه السحاب فتلك دليل على قوة إيمان الرائي، وترمز رؤية السحاب في المنام على رحمة الله، كما تدل الرؤيا على النعمة والرزق والخير. السحاب في المنام إشارة إلى الحكمة والمعرفة التي يتمتع بها صاحب الرؤيا. أكل السحاب في المنام من الرؤيا المحمودة والتي تنذر بالخير، فإذا رأى النائم في منامه أنه يأكل السحاب فتلك دليل على علم ينتفع به، وربما تدل رؤية أكل السحاب في المنام على حصول النائم على الكثير من الأموال. كذلك فإن رؤية أكل السحاب في المنام دليل على تمتع صاحب الحلم بقدرات فائقة، والله أعلم. رؤية سقوط السحاب على الأرض في المنام تدل على سقوط الأمطار، بينما رؤية سقوط السحاب مع العقارب أو النار أو الحجارة فتلك رؤية غير محمودة وتدل على أشياء مكروهة، حيث تدل الرؤية على حدوث المصائب والمشاكل في المنطقة التي يعيش فيها صاحب الرؤية. ربما تدل رؤية سقوط السحاب على الأرض مع العقارب أو أشياء مكروهة على حدوث حرب، والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه أنه يبني منزلا فوق السحاب فتلك الرؤية محمودة، حيث تدل الرؤية على تمتع الرائي بمكانة عظيمة بين أهله. رؤية بناء قصر فوق السحاب في منام الأعزب تدل على الزواج، كما تدل الرؤية على العمل الصالح والتفوق في العمل. ربما تدل رؤية بناء قصر فوق السحاب في المنام على السفر، والله أعلم. رؤية تحول الإنسان إلى سحابة في المنام من الرؤيا المحمودة والتي تنذر بالخير والسعادة، فإذا رأى النائم في منامه أنه يتحول إلى سحابة تمطر على الناس فتلك دليل على الكرم. تدل الرؤية على أن صاحب الحلم ربما يصبح إمام أو حاكم عادل. كذلك تدل رؤية الإنسان يتحول إلى سحابة في المنام على أن الرائي يخدم الناس وينفعهم، والله أعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.